اهلا وسهلا بحضرتكم مره اخرى. طبعا اللي شاف قبل الفاصل رانيا وقصه رانيا في السيده عيشه، وانا بشكر كل اللي في موقف السيده عيشه، وبشكر كل الناس اللي بيساعدوا رانيا وامها، وبحييهم على وقفهم، لانهم يعني الحقيقه كلهم يعني رانيا ووالدتها قالوا كلام كويس جدا عن الناس هناك. واحنا بنعمل ليه لا؟ عرفنا ان الدكتور مصطفى السيد، طبعا كلكم عارفينه، يعني نار على العلم. وانا كنت قلت لكم قبل كده يعني ايه نار على العلم. العرب كانوا يحطوا فوق العلم دي اسم الجبل، من اسماء الجبال، يعني من اسماء الجبل علم، فكانوا يحطوا فوقيه النار ويولعوها عشان الناس لما تمشي بالليل وتضل الطريق او يحصل لها حاجه او تبقى محتاجه تنام، محتاجه تاكل، محتاجه تشرب، يعرفوا ان في ناس هناك في الحته دي. فهو الدكتور مصطفى كذلك، ولقينا حياته كلها برضو اقدار، وليه لا؟ فشرفنا بان احنا سجلنا معاه، وبشكره ان احنا خطفناه كده خطف عشان نقعد معاه. هو كان في زياره ومسافر الى لندن يعني على طول، يعني جه يوم ويومين وماشي على طول. فهتستمتعوا بحوار مع عالم كبير وانسان في منتهى الرقه، يعني ان شاء الله يبقى سهره ممتعه وتصبحوا على خير.